نحن لله عندنا الوظائف البشريه الكافيه ايضا البيئه الكافيه. لذلك هذه السنه هذا المشروع 36% من الاقسام اللي كتدرس فيها يعني الوعره الجنسيه. اليوم ننظم هذه الندوه الصحفيه كتقليد من اجل تقاسم مستجدات الدخول المدرسي مع الاعلاميين على مستوى جهه المملكه الكفراء. اليوم كما لا يخفى عليكم ان اليوم هو واحد هذا الدخول المدرسي واحد محطه اساسيه في تنزيل المشاريع التربويه الملتزم بها في اطار خارطه الطريق. كانت هناك تجريب مجموعه من المشاريع بشكل متفرق السنه الماضيه وفي عدد محدود من المؤسسات، ولكن هذه السنه يعني هناك حزمه من المشاريع التربويه سيتم تجريبها خاصه على مستوى المؤسسات الرائده. على مستوى الجهه عندنا 41 مؤسسه رائده و 51 فرعيه، سيتم تجريب كل مجموعه من المقاربات التربويه التي اثبتت نجاعتها من اجل تحقيق اقلاع داخل هذه المؤسسات، وذلك في افق التعميم على المستوى الجهوي على المستوى الوطني. بطبيعه الحال سيخضع هذا المشروع لتقييم داخلي وخارجي من اجل التاكد من نجاعه ما نقوم به. ايضا الجهه تواصل تعزيز العرض المدرسي. اليوم كنعتمدوا 18 مؤسسه جديده، 9 داخليات، 42 مطعم مدرسي، اكثر من 280 حجره دراسيه، هذه بالاضافه الى العدد المهم من الموارد البشريه، اكثر من 2000 مورد بشري اضافي. اذا قلت هذه الشروط. ايضا تعزيز الدعم الاجتماعي اللي اليوم فيه واحد النسبه زياده ديال المستفيدين من المنح 15%، وايضا مجال النقل المدرسي اللي كيدعمه مجلس الجهه مشكورا في اطار اتفاقيه شراكه معها. اذا قلت هذه الشروط كلها هي في خدمه العمليه التربويه. لذلك المستجدات التربويه كثيره جدا هذا الموسم، وهي يعني المهمه الرئيسيه للوزاره. قلت ايضا بين هذه المستجدات التعميم التدريجي للانجليزيه وللغه الامازيغيه. ايضا هناك تقييم مكتسبات تلاميذ السنه الاولى ابتدائي الذي يجرى اول مره من اجل التاكد من نجاعه البرامج المعتمده في التعليم الاولي والمستنده الى الاطار المنهجي المعد من طرف الوزاره. اذا قلت هذه الاوراش هذه كلها الهدف ديالها اولا تجريب ديال هذه المقاربات، وايضا يعني التقييم ديالها غيكون تقييم داخلي وخارجي من اجل تعميمها ان شاء الله لتحقيق الجوده للجميع.